طبعا في معرض الدوحه اللي هو العرس الثقافي السنوي اللي بيشارك فيه كميه كبيره من الناشرين العرب. طبعا ما يلفت انتباهنا في معرض قطر هو تحديث المعرض بشكل جميل جدا. سعداء بانه كل معرض عم ينضم لنا كوكبه جديده من الناشرين من كل العالم العربي، وبالتالي التنوع الثقافي والتعاون الثقافي والتبادل الثقافي اصبح واقع جميل جدا. بظل المعارض وبظل وجود المعارض وبظل الحركة الثقافية على صعيد العالم العربي والعالم بشكل عام، أصبحت ثقافات الشعوب أقرب وأسهل وأجمل.